قبل ما نبدا كلامي، الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. المشكل ديالي غير تجدد، ماشي مشكل جديد، مشكل قديم وعاود تجدد. كان هناك هاتك عاود للزوجه ديالي قبل ما نتزوج بها من طرف الاب ديالها، فاش كان السن ديالها ما بين 13 سنه و14 سنه. عبر هذا الفعل اللي دارو الاب هي باش تعرفت على هذه السيده، تعرفت عليها في واحد الحاله معنويه جد صعبه، كانت خارجه الزنقه، كانوا بزاف الحوايج. ما علينا الاخ، من بعد تعرفت على درت انا وياها علاقه غير شرعيه، تكون عليها جنين، درت شهود الزوجيه، تزوجت بالسيده. الاب ديالها والام ديالها ما اعترفوش بيا لمده 4 سنين، الزوجه 4 سنين وهي معايا. من بعد طلب بيناتنا خصام عائلي كاي عائله. من بعد مشات عند باها تقريبا شهر 7 شهر 8، تنتفاجئ بان الفعل تكرر، ما بقاش هاتك عاود ولا اغتصاب في 28 شهر 10، وعاود تكرر في 10 في شهر 11. من بعد الفعل الثاني ديال الاغتصاب 10 في شهر 11، مشيت دليت بشكايه عند الجهه الامنيه بنواحي ديال 16 بحضورها هي وبحضور الاب ديالها، ولكن الحاجب في الامر هو بان تم الانكار ديالها هي بان هي باها ما دار لها والو، والاب حتى هو تينكر بانني ما درت البنت والو. ورغم ذلك اكدت باش يكون محضر قانوني فيه اقوال ديالي، دليت هناك احتجاز اغتصاب هاتك عاود وتخدير. تنتفاجئ عاوتاني من السلطات ديال الامن اللي في سطات، تتخرجنا كاملين تتقول لنا غندوزوا الملف ديالكم عند السيد وكيل جلاله الملك ومن بعد غندوزوا للقاضي التحقيق. المهم تبعت المسطره القانونيه، رجعت في حالاتي، طلقوا السيده مشات مع باها، وبقى بيني وبين الاتصال ديال السيده. انا باضي وداك الشيء اللي هربت منه راني رجعت ليه، تتلمح لك بانه هناك فعل غير لائق بصفتنا كمسلمين. من بعد سيدي درت فيديوهات ما بعد القنوات ديال الالكترونيه، دليت بالتصريح بان هناك اغتصاب هاتك عاود، ما عنديش دليل. انا تنعاود ناكد لكم حتى دابا ما عنديش دليل، والامور تطورات. العلاقه ديال 10 في شهر 11 تم هناك حمل الابنه من الاب ديالها. انا ما تنقولش ان الابنه هي الضحيه ولا هي المجرمه، ما تنقولش بان هي ديالها ولا هو ديالها. انا تنقول باغي خبره طبيه، الدليل ديالي هو خبره طبيه. التجأت للرأي العام وعبر الناس اللي جايين معايا من مدينه المحمديه، متنقلين معايا المدينه الجديده لاظهار الحق. من قلت لهم انتم ما غد ما تنصرونيش انا وغد نصر الحق، قالوا لي انت هو صاحب الحق. ما علينا الاخوه. من بعد التجأت لواحد الناس ذو صله قريبه مع الله وتيخافوا الله، قالوا لي بان الزوجه ديالك راها حامله من الاب ديالها. هذا الشيء جاني في شهر 11. تبعت ديك الزوجه والاب وتنسقسي وخليت الخدمه وطلع وهبط، تعرفت بان الزوجه بصح كانت حامله وطيحت الجنين في هذا الاسبوع الماضي من الاب ديالها. اذا السماء اجهاض، نعم عمليه اجهاض داخل البيت، واللي دار الاجهاض رجل راجل ماشي امراه، ودارت تقريبا في 7 في هذا الشهر اللي عطوني الناس وتيقولوا الله اعلم. المهم هذه السيمانه دار الاجهاض، والغالب في الامر ما عنديش انا دليل، وجميع الناس والاخوه نصحوني بعضها ما عندكش دليل، ما يمكنش تزيد خطوه لقدام. القانون راه حازم بحال هذه الامور، دلي تاخذ حقك. انا ما عنديش هذه القضيه، انا عندي الحق شي تخاد، انا ما باغيش تعطوني حقي، انا باغي ناخذو. باش غناخذو؟ غناخذو بهاد الناس اللي غينشروا هذا الصوت ويسمعوا جميع المغاربه، ماشي تضامنوا معايا. انا ما باغيش واحد يتضامن معايا لا مسكين لا هادي لا ما هادي. انا باغي الناس يدلوا شهاده حق. شنو هي الشهاده ديال الحق؟ حنا في بلاد القانون، في بلاد الشفافيه والديمقراطيه، باغي خبره طبيه وباغي خبره علميه للهاتف ديال الاب ديالها. انا ما باغي والو. كان هناك خطا، كان هناك كذب، كان هناك تشهير، انا مستعد للعقوبه. شكون كيمارس عليها هذه المسائل الجنسيه؟ الاب ديالها، الاب ديالها من الصغر ديالها. انا خديتها هي هاتك عاود. واش هي من خديتها قالت لك بان الاب ديالها كان كيمارس عليها؟ كاين شهود، كاين جداها داها لواحد الجمعيه ديال حقوق الاطفال، قالوا خفنا من الشوهه، العائله غتشتات، عنده واحد الاولاد. والغريب عاوتاني في الامر، من بعد ما غنستفسوا الضحيه ديال الزوجه، هناك ابنه صغرى وهناك اولاد. انا باش ما نكونش متحيز، نكون محايد، من الاحسن الخبره لجميع الاولاد ماشي للزوجه ديالي. يا راه مزيان هادي، ما باش ما يكونش حق الله مرتو غيدير الطلاق غيدير باغي يرجع باغي يدير. انا ما باغيش هاد الشيء، نكونوا محايدين ونكونوا رجال مسلمين ونوقفوا على هاد القضيه بان هناك خبره طبيه لجميع الابناء. جميع الابناء. انت هاد السيده مطلقها ولا باقي؟ لا 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 اخي، السؤال هذا في المحل ديالو في القيشه ديالو. طبعا سيدي انا مني مشيت عرفت بان الاب ديال الزوجه ديالي اغتصبها، مشيت درت ديكلاراسيون. من بعد مني عرفوا القضيه غتكبر، مشات دفعت دعوه ديال الطلاق باش تنهي هاد العلاقه الزوجيه، باش ما تكونش هناك متابعه قانونيه من اجل الاب ديالها اللي تيهددها بان لو قمتي بالشهاده
مع بدر الدين اللي هو الزوج ديالها ضد الاب ديالها غنشتي هذا الشمل، انا غندخل الحبس، اولادك خرجوا الزنقه، امك راهي مريضه، اذا الاب تيهدد الابناء على اساس غيفوتك الشمل. مشي دير ديكلاراسيون عند البوليس من 9 الصباح حتى 10 ونص ديال الليل مع تنسيق مع النيابه العامه في مدينه سطات، تلقونا بجوج. من بعد سيمانه او جوج سيمانات او شهر او شهر تنتفاجئ بان دفعت الدعوه ديال الطلاق. والغريب في الامر هو الدعوه ديال الطلاق دفعت في شهر 12 تقريبا في الاوائل ديالو، والزوجه جات عندي في 23 في شهر 25 في شهر 12 جات عندي المحمديه حيت توفى لي الخال ديالي، صرحت لي بهذا الكلام كامل وجها في وجه، وقالت لي ما نقدرش نشهد امام البوليس وما نقدرش نشهد امام الوكيل وما نقدرش نشهد امام قاضي الاسره او قاضي التحقيق. دابا شنو الطلبات ديالو؟ الطلب ديالي هو باغي بان هناك خبره طبيه، وهذه الخبره الطبيه هو الدليل القاطع عليا وعليهم بصفه عامه ومستنتج قصير. الخبره الطبيه علاش؟ على الاجهاض وعلى ممارسه الجنس كما دافع الدعوه الاولى، الدعوه الاولى تكون كانت حامله منك. لا ماشي مشكل، حامله مني انا 25 في شهر 12 وهي حامله في 10 شهر 11، 10 شهر 11 ما كانتش معايا الاخ، واصلا انا هذا الحمل هذا الاجهاض اللي كان غنحسبوا المده. انا يمكن درت اول فيديو درتو تقريبا نصف ديال شهر 11 ياك، تما فين كان الحمل؟ اذا كلامي رجعنا للخبره الطبيه، وقلبنا واستنتجنا بان الحمل كان في شهر 11، غنقارنوه بهذوك المعطيات اللي عطيت لرجال الامن في مدينه سطات. انا سيدي درت واحد الشكايه على اساس هاتك عاود اغتصاب كذا كذا. العجيب في الامر هو ما بقاش هناك تهديد الان، ما بقاش هناك صحه او ابتزاز، هناك ممارسه جنسيه باراده الطرفين، لان الامر اصبح واضح بان تشوف الزوج تقول رجعي في حالاتك حيدي من داك الشيء هربي جديدي، تقول لك لا باقا جالسه معاه. اذا هنا اصبح الامر مودات عليه ومغطات عليه. من بعد درت الشكايه ودرت واحد المحامي باش نمشي لسطات باش نتابع داك الزوج الاب ديال الزوجه، والزوجه في حاله ما طلعت هي مستغله او مكروه عليها انا مسامحها دنيا ودين. كانت مغامره غير مغامره انا ما غنسامحهاش، هذا من طبيعي كراجل ما كاينش لا كره في الدين. عندك مع شي وليدات؟ عندي مع جوج الاولاد، عندي مع بنت عندها عامين و 8 شهور، وعندي مع وليد داتو ما عنده 3 شهور. الابنه ديالي انا سيدي من داتها جيت تنقلب في سطات زنقه بزنقه باش نشوفها ونطلبها ونقول لها رجعي في حالاتك، باقي ما عنديش فكره على بان كاين هناك اغتصاب او لا. تنجي تلقى السيده خارجه ما كايناش، تلقى بنتي في الزنقه عندها عامين ونص، تلقى في الزنقه تدور انا ما عرفتش الدار ما عرفتش العنوان، تنجو بنتي ما تلقى لا ام لا اب لا اخ لا، هزيت بنتي جبتها معايا مدينه سطات جبتها معايا المحمديه في حاله يوتلا، وهادو عندي عليهم شهود شافوا البنيه وجدت. واللي غنقدر ننهي باش نخليكم انتم تعاودوا تسالوني هو بان الوضع اصبح كارثي. الحلقه اللي فيا انا ماشي كزوج باش غنرجعوا للومه حقه هادشي تيبغي المساطير القانونيه والاشهار وكذا، اما كاين شي راجل تيبغي يبين وجهه ل 40 مليون خلق ديال الله في هذه البلاد السعيده، وحنا الحمد لله معروفين ان الكريتيك، اما كاين شي واحد تنزقلوه. ولكن واش يرضيكم انتم ماسكوش على الحق؟ واش يرضي اي راجل مسلم كافر مسيحي واش حنا مسيحيين تنعرفوهم؟ اليهود تنعرفوهم؟ واش عمركم سمعتوا شي زين المحارم عند اليهود عند المسيح عند الديوتين؟ شفنا زواج راجل براجل مع امراه، اما اللي ما شفت انا ابن بابنه ديالو ممارسه طوعيه ومتزوجه وعندها جنين. هنا وصلت لواحد المرحله ديال لا حول ولا قوه الا بالله، وبسم الله الرحمن الرحيم واحد السوره قرانيه قال لكم اذا تولوا قل حسبي الله ولا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.